السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن طريقة الغسيل. الغسيل بالطريقة دي غلط. المسدس ده بيأذي جميع أجزاء الموتوسيكل. الطريقة اللي بيتغسل بها الموتوسيكل ده قدامنا أنا حبيت أوضح، لأن بصراحة أكتر الموتوسيكلات أو أكتر المشاكل اللي بتجيلي من أضرار الغسيل بالمسدس وبالضغط العالي اللي احنا شايفينه ده. المسدس والغسيل ده بيضر أجزاء كتير في الموتوسيكل، بيضر أجزاء الضفيرة كاملة، إن كان كتل، إن كان عداد ديجيتال، إن كان كونتاك، إن كان ضفيرة كاملة بتنضر بسبب الغسيل ده. طبعا إحنا عارفين إن الضفيرة بتبقى كاملة من أول الموتوسيكل لآخره، ده كله بيأذي الكنترول اللي هو الإلكتروني، بيأذي الإكتوفاير اللي هي بلاطة الشحن، بيأذي الكتل لأن الكتل دي داخلها ريش نحاس بيأذيها، بيأذي جميع الأجزاء. ومزاد لو في قلس مثلا بتاع الجنط الأمامي أو الجنط الخلفي، القلسين مش حابك على البلية بيأذي البلية كمان، بيأذي مبنة التكرير. فأنا بنصح الناس بلاش الغسيل بالطريقة دي، وبالذات الموتوسيكلات الإنجكشن بيأذي وفي مشاكل كتير. يعني أنا هصور لكم خلال أيام TNT 250 مأذية بسبب الغسيل ده. بصراحة حرام انك تروح المغسلة وتخليه يغسل لك بالطريقة دي. ونصيحة لوجه الله، بلاش الناس اللي بتيجي تغسل وقبل ما تغسل تغسل الموتوسيكل بجاز بسولار، ده كله بيأذي الموتوسيكل وبيأذي اتيال الفرامل، اتيال الفرامل الامامي والتيل الخلفي. بلاش. انا صورت لكم الفيديو ده عشان بصراحة ده مشكلة كبيرة جدا. يعني بصراحة الغسيل ده بالطريقة دي بيعمل مشاكل كتير جدا. نصيحة لوجه الله، لا ممنوع منعا باتا ان انا اغسل الموتوسيكل بالطريقة دي. عايز اغسل الموتوسيكل جيركن واحد مية بفوطة بلق وامسح الموتوسيكل. شايفين الضفيرة عاملة ازاي؟ نصيحة لوجه الله، انا الفيديو ده عملته لان بصراحة اكتر المشاكل اللي بتجيلي بعد غسيل الموتوسيكل. أتمنى من الناس لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا.